اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسونز 45 and 46 اللي بعنوان فايندينج ذا اريا ان ديفرنت ستراتيجيز. الدرس بتاعنا النهارده درس سهل جدا، يعتبر ريفيجن لحاجات احنا خدناها في الدروس اللي قبل كده. تعالوا مع بعضينا نبدا الدرس وهنراجع مع بعضينا الاريا بتاعه الريكتانجل. انا الريكتانجل لما جينا نعرفه قلنا ليه كام سايدز؟ ليه عندي 4 سايدز، يعني هو اصلا كان كوادريلاترال، والكوادريلاترال ده اتحققت فيه مجموعه صفات اللي هي each two opposite sides are equal and parallel، يعني السايد ده قد السايد ده والسايد ده قد السايد ده وكذلك parallel. وقلنا حاجه مهمه جدا اللي يفرق الريكتانجل عن الباريلوجرام ان الفيرتيسيز بتاعت الريكتانجل كلهم are the same، لكن الباريوجرام في واحدة بنلاقيها وايد يعني مفتوحة والتانية مضمومة. طيب قلنا حاجة تانية مهمة قوي، قلنا هنسمي ده دايمنشن وهنسمي ده دايمنشن، وقلنا برضو ان الدايمنشن الكبير هنسميه اللينس والدايمنشن الصغير هنسميه الويدز. يبقى انا عندي اي ريكتانجل لما نشوف سايد فيه كبير هنقول عليه على طول اللينس، ولما نشوف السايد الصغير نقول عليه على طول الويدز. طيب احنا كنا بنجيب الاريا ازاي؟ كنا بنقول ده تايمز ده، يعني مثلا 3 تايمز 5 او ممكن اقول 5 تايمز 3. يبقى احنا هنطلع من هنا بحاجه مهمه قوي، ان الاريا بتاعه الريكتانجل هتيكوال ايه؟ هتيكوال اللينس تايمز الويدز، او العكس، او الويدز تايمز الايه اللينس. وطبعا احنا كنا خدنا الجزء ده قبل كده وكنا بنقول ان الاريا بتاعت الريكتانجل بتيكوال النمبر اوف روز تايمز النمبر اوف سكويرز ان اتش ايه ان اتش رو. الدرس كله النهارده على الفورميولا دي. يلا ناخد التشيك كده جميل، بيقول لي فايند ذا اريا اوف اتش فيجر. انا شايفه هنا ايه؟ ريكتانجل، عايز اجيب الاريا على طول اقول السايد ده تايمز السايد ده. طب فين هنا اللينس وفين الويدز؟ ابص بعيني الاقي الكبير 6 والصغير 2، يبقى ال 6 ده اللينس وال 2 الويدز. يبقى اقول 2 تايمز 6 او 6 تايمز 2 عادي خالص مفيش مشكله. يبقى انا عندي هنا 2 تايمز ال 6 which is a 12 سكوير سنتيمترز. يبقى من غير ما نعمل كاونتنج بقى، يبقى احنا بنتدرب نجيب الاريا من غير ما نعمل كاونتنج، لان هو هنا مش راسم لي السكوير سنتيمترز. يعني هو بص احنا كده كده احنا ممكن نرسمها، لكن هو هنا مش راسمها لي. طب لو مش راسمها لي مش هعرف اعد، اعمل ايه؟ اقول ده تايمز ده على طول. طب نيجي هنا الريكتانجل ده، هنا 4 وهنا 3، يبقى اللينس فين؟ اللينس اهو، عشان ده الجريتر دايمنشن. يبقى الاريا عباره عن 4 تايمز 3، واللي يكتب 3 تايمز 4 صح برضو يديني كام؟ يديني 12. يبقى انا السيرفس ده او السطح ده محتاج 12 سكوير سنتيمترز علشان اغطيه كله، وده هو ده زي ما قلنا ده كده السكوير سنتيمتر. طب يلا هنا عندي هنا 2 وهنا 5، فين اللينس؟ محدش يقول لي ده اللينس، احنا اتفقنا ان اللينس هو الجريتر سايد، يبقى اللينس از 5 والايه والويدز از 2. يبقى الاريا عندي عباره عن 2 تايمز 5 اللي هي هتديني 10 سكوير سنتيمترز. نيجي نشوف البراكتس ده، يقول لي فايند ذا اريا اوف ايتش فيجر. ده ريكتانجل، طبعا الدايمنشن الكبير ده اللينس وده الويدز، يبقى الاريا بتيكوال اللينس تايمز الويدز، يبقى 4 تايمز 3 يديني 12. نيجي هنا عندي 5 سنتيمترز و5 سنتيمترز، مين فيهم اللينس ومين فيهم الويدز؟ طالما الاثنين قد بعض يبقى اي واحد فيهم ينفع لينس واي واحد فيهم ينفع ايه؟ ينفع ويدز. يعني ممكن يقول على ده اللينس او ده، ممكن يقول على ده الويدز او ده. يبقى الاريا عندي هتيكوال ايه؟ هتيكوال 5 تايمز الايه؟ تايمز ال 5 اللي هي 25 سكوير سنتيمترز. يبقى انا محتاج 25 من ده، ده كده اهو ده السكوير سنتيمتر. سكوير السايد بتاعه 1 سنتيمتر وده 1 سنتيمتر. دول عشان اغطي كل السيرفس ده محتاج 25 سكوير. طيب نيجي اللي بعد كده.
عندي ريكتانجل اللينس بتاعه 7 والويدز بتاعه 3، يبقى الاريا بتاعته ايه؟ 7 تايمز ال 3 يديني كام؟ 21. اللي بعديها بيقول لي هنا يوز ا سنتيمتر رولر تو ميجر ذا سايد لينسز ذن فايند ذا اريا اوف ايتش فيجر. يعني هنجيب المسطره ونقيس كل السايدز دي اللي موجوده عندنا في الكتاب ونكتب اللينس هنا، وبعد ما نكتب اللينس نجيب الاريا. طيب بالنسبه للشكل ده لما هنيجي نقيس دي بالرولر هنلاقيها 5 سنتيمتر وهنلاقي دي 2 سنتيمتر، وعندي هنا هنلاقي دي 2 وهنلاقي دي 3، ولما نيجي نقيس دي هنلاقيها 3 ودي هنلاقيها 3. يلا نجيب الاريا. الاريا ايكوال ايه؟ هيبقى 2 تايمز ال 5 تديني 10. الاريا هنا ايكوال 2 تايمز 3 ايكوال 6 سكوير سنتيمتر، وهنا 3 تايمز 3 ايكوال 9 سكوير سنتيمتر. نيجي نشوف الاكسرسايز ده، بيقول لي فايند ذا اريا اوف ايتش فيجر ذن كلر ذا فيجر ويز ذا جريتست اريا ان ريد. انا عندي دلوقتي المفروض الحاجات دي الريكتانجل ده عشان نجيب الاريا اعمل ايه؟ لازم السايد ده اجيبه. طيب السايد ده اجيبه ازاي؟ عن طريق الرولر، اجيب الرولر بتاعتي واقيسه. لما هنيجي نقيسه هنلاقيه 7 سنتيمتر. طيب والسايد ده؟ السايد ده هنلاقيه 2 سنتيمتر. طب وهنا هنقيس دول برضه، ده هنلاقيه 3 وده هنلاقيه 5. اجيب المسطره بتاعتي على الرسمه دي اللي في الكتاب واقف على السايد ده من اوله، احط الزيرو هنا واشوف هنا هيقف عند كام، هلاقيه جايب 5 معايا. طيب وبالنسبه لدول ده عندي هنا هيبقى 3 سنتيمتر، ولما نقيس السايد ده كله هيطلع 6، والسايد ده لما هنقيسه هيطلع 4 وده هيطلع 4. طيب يلا نجيب الارياز من اولها. هنا عندي 7 وعندي 2، يبقى الاريا ايكوال كام؟ 7 تايمز 2 اللي هي 14 سكوير سنتيمتر. يبقى كل السيرفس ده عشان اغطيه محتاج 14 من السكوير سنتيمتر اللي هو ده كده، المربع ده كده انا محتاج منه 14 عشان اغطي كل الاريا دي. يلا هنا عندي 3 وعندي 5، اللينس طبعا جريتر سايد، يبقى 5 تايمز 3، ولو قلنا 3 تايمز 5 مظبوطه مفيش مشكله خالص، يديني كام؟ يديني 15. يبقى انا هنا الاريا بتاعت الشكل ده 15، محتاج 15 سكويرز من دول عشان اغطي كل السيرفس ده. عندي هنا 3 و 6، يبقى الاريا 3 تايمز ال 6 او 6 تايمز 3 الاثنين ذا سيم، 3 تايمز ال 6 ايكوال 18. يبقى انا الشكل ده محتاج 18 من السكوير سنتيمتر ده كده اهو، عايز من ده 18 عشان اغطي كل الايه السيرفس ده. هنا 4 تايمز 4 يديني كام؟ يديني 16. طيب هو بيقول لي ايه دلوقتي؟ بيقول لي الجريتست اريا نلونها بالايه؟ بالريد. عندنا 14 15 18 16، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنلون دي كده بالايه؟ بالريد. لونها انتوا بقى في الكتاب بتاعك. طب نيجي اللي بعد كده للتشالنج، بيقول لي ذا اوبوزيت فيجر shows how a school field was sectioned off for the end of year picnic. What is the area of food section in square meters? ادي الملعب متقسم عشان الاكتيفيتي بتاعت اخر السنه. هو عايز ايه؟ عايزين الاريا بتاعت الايه؟ المنطقه بتاعت الفود ديت. عشان اجيب الاريا بتاعت الفود محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب الايه؟ الويدز ده اشوف قد ايه؟ ومحتاج اجيب دي كلها قد ايه؟ صح ولا لا؟ انا لو جبت دي وجبت دي هقول ده تايمز ده يديني على طول الاريا. طب اقدر اجيبها؟ طب نيجي نبص كده، ده عندي ريكتانجل والمفروض ان السايد ده قد السايد ده. طب ده كله 50 يبقى اكيد كل ده ايه؟ 50. طيب لما يكون دي 40 يبقى الحته دي كام؟ هنعمل ايه؟ هنقول كده 50 نشيل منها ال 40 ديت، يتبقى الحته دي اللي هي كام؟ اللي هي تبقى 10 متر. طيب نشوف الحته دي، ده كله 120 وده برضو 120 زيه عشان ده ريكتانجل، يبقى الحته دي عباره عن ايه؟ يبقى 120 نشيل منها ال 70، يبقى 120 ماينس ال 70، 0 ماينس 0 يديني 0، و 2 ماينس 7 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 1 ده يبقى 12 ماينس 7 يديني 5، يبقى 50 ايه؟ 50 متر. يبقى انا عندي الاريا ايكوال كام؟ يبقى الاريا، يبقى ذا اريا از 10 تايمز ال 50 اللي هي هتيكوال معانا
500 سكوير meters. تعالوا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز الجميل ده. يقول لي find the space areas in the parking then write the name of each main transport below its suitable space. يعني زي ما احنا شايفين الكار greater than، دي معناها greater than محتاجة اكتر من 18 سكوير meters. الموتور سايكل محتاج less than 8 سكوير meters. اللوري ده محتاج less than 30 سكوير meters but greater than 26، يعني محتاج مكان اكتر من 26 و less than 30. طب الباص محتاج greater than 20 سكوير meters. طب فين الباركينج؟ هو ده الباركينج. يبقى احنا نعمل ايه؟ نشوف كل الارياز اللي عندي، وبعد ما اطلع كل الارياز اشوف هحط في كل اريا ايه. طب يلا هنا الاريا عندي ايكوال كام؟ انا عندي هنا 8 وعندي هنا 3، يبقى الاريا عبارة عن 3 times 8 اللي هي 24 سكوير meters. يجي نشوف هنا عندي 5 وعندي 4، يبقى الاريا عبارة عن ايه؟ 5 times 4 اللي هي 20 سكوير meters. هنا 4 و 2 يبقى الاريا عندي 2 times 4 عبارة عن 8 سكوير meters. هنا 7 و 4 يبقى الاريا 7 times 4 which is 28 سكوير meters. طيب يلا نشوف بقى المين ترانسبورت. ناخد الموتور سايكل الاول less than 8، يبقى نحطه فين؟ اقل من ال 8، يبقى ناخد ايه؟ اقل سبيس يتحط هنا، يبقى نكتب هنا النيم موتور سايكل. طيب نيجي نشوف بعد كده الكار، الكار جريتر ذان 18، وناخد بالنا الباص هنا جريتر ذان 20، يبقى لما يكون الكار جريتر ذان ال 18 نحطه فين؟ هل نحطه في ال 28 ولا في ال 24 ولا في ال 20؟ لا نخليها في ال 20. يبقى هنا الايه؟ دي تاخد الكار. يبقى عندي بعد كده الباص واللوري، اللوري طبعا كبير، يبقى انا عندي احط الباص في الاريا الصغيره شويه واللوري في اكبر اريا عندي. عندي اكبر اريا كام؟ عندي هنا في عندي 24 وفي عندي 28، يبقى ال 28 نحط في اللوري وال 24 نحط الباص هنا. اكسرسايز سهل ومسلي جدا. نيجي نشوف البراكتس الجميل ده. يقول لي find the area of each figure in two ways. ادي الفيجر اهو، عندي ريكتانجل، هنا الدايمنشن ده كام؟ 1 2 3 4 5، يبقى هنا 5 سنتيمتر كل ده. طب وده عباره عن 2 سنتيمتر. طيب احنا عايزين الاريا بتو ways. اول طريقه عندي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ طريقه الرول، ان اعمل ده تايمز ده. يبقى اول طريقه عندي اللي هي 5 تايمز ال 2 اللي هي كام؟ اللي هي 10. يبقى الاريا عندي از ايه؟ از 10. طب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان انا عندي دي اري، ادي عندي رو وادي انذر رو. الرو ده فيه قد ايه؟ فيه 5، متكرر كم مره؟ 2 تايمز، يبقى 5 بلس الايه؟ بلس ال 5 تديني كام؟ تديني برضو ايه؟ برضو 10. لكن احنا دايما لما هنيجي نستعمل هنستعمل الطريقه دي، لان الطريقه دي هي دي المشهوره والسريعه. طيب نيجي هنا عندي ادي اللينس وادي الويدز، يبقى اول طريقه 5 تايمز ال 4 ايكوال كام؟ ايكوال 20. يبقى انا محتاج هنا 20 من السكوير ده عشان اغطي كل السيرفس ده. ده معنى كلمه الاريا، هغطي السيرفس بكام سكوير من دول. يبقى انا عندي الاريا عباره عن 20 سكوير سنتيمتر. طب ايه الطريقه الثانيه؟ نيجي نشوف. هو انا عندي هنا 4، ال 4 دي عدد الروز. طب كل رو في قد ايه؟ في 5، يبقى ممكن اقول 5 بلس ال 5 بلس ال 5
بلاصل 5. يعني هنا في عندي 5 و5 و5 و5، لما نعمل لهم بلس يديني كام؟ يديني برضو 20، يبقى هنا 20. يلا اللي بعد كده. هنا الاول لازم نقيس بقى، هنستعمل الرولر وقيس ده ونقيس ده. لما نيجي نقيس هنا هيطلع 3 سنتيمترز، ولما نيجي نقيس هنا هيطلع 5 سنتي ايه؟ سنتيمترز. طبعا هنستعمل الرولر. يبقى اول طريقة عشان اجيب الاريا هنقول كده 3 تايمز ال 5 يديني كام؟ يديني 15. يبقى الاريا عندي 15 سكوير سنتيمترز. والطريقة التانية، انا عندي طالما في 5 يبقى انا عندي هنا 5 روز، كل رو في قد ايه؟ في 3. يبقى عندي 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3. هنكرر ال 3 دي 5 تايمز، يديني كام؟ يديني برضو 15. يبقى هنا ايه؟ الاريا عندي از 15. طيب نيجي للتشالنج، بيقول لي ايه؟ بيقول لي divide the square units of the grid into rectangles to represent each of the following areas. يعني عايزين نقسمها لمجموعه من الريكتانجلز. اول واحد الاريا بتاعته 4، وبعد كده تاني الاريا بتاعته 6، وبعد كده تالت الاريا بتاعته 10. طب ناخد الكبير الاول لو الاريا بتاعته 10. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى انا عندي ده الاريا 3 ديت لازم هياخد ايه؟ المنطقه دي كلها. عشان الاريا بتاعته ايه؟ 10. ده اول ريكتانجل. طيب مين الريكتانجل الثاني؟ 6 سكوير يونتس اهو. ناخد ده 6، عندي 6 اهو، يبقى ده الريكتانجل الثاني، يبقى دي الاريا 2. يبقى عندي مين اللي هم 4 سكوير يونتس دول؟ اللي هم دول كده، يبقى دي الاريا الايه؟ الاريا الثالثه. طب هو بيقول لي انتو ريكتانجلز، عايزين نقسمها ريكتانجلز، هل كلهم ريكتانجلز؟ ده ريكتانجل وده ريكتانجل، لكن ده سكوير. ناخد بالنا يا اولاد، ممكن نعتبر السكوير از سبيشال كيس من الريكتانجل. يعني لو عندي ريكتانجل وكل السايدز بتاعته ار ذا سيم بيقول عليه ايه؟ سكوير. يعني السكوير ممكن يكون ريكتانجل، لكن ما ينفعش اقول على الريكتانجل سكوير. وبكده يبقى احنا خلصنا درسنا النهارده، درس سهل جدا، بيعرفنا ان الاريا بتيكوال اللينس تايمز الويدث. كل الدرس بيتكلم على الرول دي. ما ننساش يا اولاد لازم ناكد جدا على حفظنا للتيبل، عشان زي ما انتم شايفين احنا على طول شغالين مالتيبليكيشن دلوقتي. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ان شاء الله.